اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا يا شباب بإيش؟ بدأنا بالأشياء الإكسترا. قلنا أول شيء لو كان عندي بارشل كوندنسر، إيش راح يصير إذا كان عندي بارشل كوندنسر؟ إذا كان عندي بارشل كوندنسر، الفرق عن التوتال كوندنسر إن هذا البارشل كوندنسر راح يكون إيش؟ إكوليبريوم ستيج. فالإكس اللي هنا، هذه الإكس زيرو مع الواي دي راح يكونوا إيش؟ in equilibrium. فهذه لو جيت انت هنا ترسمها، اوكي، لو جيت انت هنا ترسمها راح يطلع عندك something like this. نفس الكلام اللي عدته فوق. لاحظ الان ايش بيصير. لنفترض ان عندي انا y d given as 0.8، اوكي، والرفلكس ratio 1. اذا ال L over V ايش قلنا؟ رفلكس على 1 بلس رفلكس. هذه ما تنسوها ابدا يا شباب، L over V reflects على 1 plus reflects راح يطلع نص. إذا معادلة التب operating line راح تكون إيش؟ Y equal نص X plus 0.4. أول نقطة بتكون على 45 line YD، YD اللي هي 0.8.8، أوكي، وال intercept 0.4. إذا راح أوصل من هنا إلين 0.4. هذه أول ستيج، شايفه هذه اول ستيج، هاي تعتبر شنو؟ البارشل كوندنسر فقط. هذا الفرق يا شباب، ما راح تكون ستيج 1، بتكون بارشل كوندنسر، واللي بعدها ستيج 1. واضح؟ هذا اذا كان عندي ايش؟ اذا كان عندي بارشل كوندنسر. طيب الحاله الثانيه ايش تتوقعوا؟ ايش تتوقعوا الحاله الثانيه السبيشال كيس؟ طالما ان حطينا بارشل كوندنسر بي ايش احطها؟ ها شباب، توتال ريبويلر. طيب خلنا نرسمها. واحد يقول لي اذا انت تقول لي توتال ريبويلر شلون راح ترجع ليكويد من تحت، فيبر من تحت؟ الان توتال ريبويلر، زين، شو بيسوي التوتال ريبويلر؟ برجع فيبر من تحت، شلون باخذ ليكويد برودكت من تحت؟ لاحظ شو يسوي، ركز وياي. هذه تري رقم ان، يجي من هنا، هذه هنا اكس ان، هذه هنا اكس ان، هنا ياخذ بارت من هذا، شوف ياخذ بارت، الباقي طلعوا ليكويد. ها هنا تحت بيكون عندي هنا بي واكس بي، بارت من هذا بيدخله على التوتال ريبويلر. طالما ان هي توتال ريبويلر ايش بتسوي؟ كل اللي دخل فيها بتسوي له ريبويل وبترجعه. فأنا هنا لو كان عندي هنا السيستم حقي، بيكون هنا نازل إلي ال بار، وطالع من هنا في بار، وهنا ايش نقول؟ نقول توتال ريبويلر vaporizes the entire stream sent to it. هنا اقدر اسال كونسبت، اللي يسالوني على الكونسبت، ها هنا اقدر اسال كونسبت، اقول لك if the total reboiler vaporize the entire stream sent to it, how are we gonna have liquid product from the bottom? فشايفين انتون شو مسوين؟ we take the stream that comes out from stage n and we put، شو نسميها النقطة هذه شباب؟ split point. Split point. So we split
what is coming from the last stage. Part of it we will take it as product, وبارت of it we will return it through the total reboiler. طيب لو سألتك الآن هنا الـ xn والـ xb شو العلاقة ما بينهم؟ The same. So xn هي نفسها xb. طيب شو نقول هنا؟ نقول the vapor composition is the same as the liquid composition. ليش يا شباب؟ ليش الـ vapor composition same as the liquid composition؟ طبعا نتكلم عن وين احنا الـ vapor composition؟ اللي راجع من هنا، هذا اللي راجع من هنا الكومبوزيشن حقه ايش بيكون؟ same as xn same as xb. ليش؟ لانه هو لما يجي هنا هو بيجي هنا ليكويد صح؟ لما يخش على الريبويلر توتال ريبويلر كله راح يصير له فابورايزيشن، فراح يصير نفس الكومبوزيشن حق الاكس ان. ويا يا شباب اي سؤال هنا؟ طيب تفضل. هل في مشكلة لو مثلا نغير الاكس احط واي ولا؟ لانه عندي فيبر. وين هنا في اللي طالع هنا؟ هنا اللي بيطلع هنا اللي اخر شيء هنا. ايه. هنا بيكون واي. هذه بسميها واي ان. ولا واي ان بسميها هذه. لانها راح زي ما تفضلت انت راح تتحول الى ايش؟ راح تتحول الى فيبر. طيب. شلون نرسمها؟ نرسمها كذا Windows Shift S. أنا فقط شباب جاي يعني أبغى أجيبهم لكم على طول أساس أن تكون الرسمة واضحة إليك، وما أبغاك تتبهدل أن قاعد نرسمها إحنا هنا. أوكي الآن شو اللي بيصير يا شباب؟ لنفترض أن الـ XB 0.1 أوكي والـ L bar over V bar إحنا نعرفه على أنه هو 2. How this is different story هنا بس فقط أنا for demonstration purpose. يعني الـ bottom operating line يكون Y equal to X minus 0.1، فناخذ نحتاج نقطتين. النقطة الأولى هي XB اللي هي نفسها XN. شوف هنا المهم أن XB هي نفسها XN اوكي، ولما نحط y equal 0 على اساس نطلع القيمه على الx axis، حط هنا y equal 0 راح تطلع لك الx ايش؟ 0.05. ودي هذا الطرف الثاني يقسم على 2 تطلع 0.05، يعني هذه النقطه وصل هذه النقطه وهالنقطه ومدها، هذا يطلع البوتوم اوبريتنج لاين. هنا الان شايف هذه تكون ايش؟ ستيج نمبر ان. شوف الفرق ما بينها وما بين لما كان عندي بارشل ريبويلر. هذه شو نسميها الستيج؟ نسميها ريبويلر ستيج. هنا شو نسميها؟ نسميها ان ستيج. هذا الفرق الوحيد يا شباب، هذا الفرق الوحيد. نجي الى واحد من اهم الاشياء في الاضافات، يو هاف تو بي فيري كيرفول وتنتبه الى، ويو شود بي ايبل تو دو ات يور سيلف. ايش هو؟ اذا كان عندي سايد ستريم، أشرت إلى متى أنا هذا يا شباب؟ أشرت إلى لما تكلمت عن إيش؟ قلت لكم إيش يشبه إيش؟ سؤال الهومورك؟ لا أترك الهومورك، أنا أتكلم في الشرح. شو يسوي السايد ستريم؟ إيش يسوي لي في الكولوم؟ Take a specific like purity from the middle or بس اترك هذا. يس هذا الكونسبت، بس انا اتكلم لك ايش يسوي في يعني as sections. لما حطينا two feed ايش صار في الكولوم؟ يزيد لي operating. يزيد لي operating. ليش يزيد operating؟ عشان يتغير the equilibrium.
ايوه، لانه هو الان طالما انه شال من عندي amount، اذا ال over v راح تتغير، واذا تغيرت ال over v معناته انه صار عندي different slope، يعني صار عندي different section في الكولوم، اذا operating line خاص بذاك السكشن. اوكي شباب، زين، او ثواني برضو خليني اشوف انا اذا اجيبها لك من هنا. ويندوز شيفت اس. خلنا ناخذها كذا افضل عساس احطها لك واضحه. اوكي، هنا نقول له رايت كليك ونقول له كذا. اوكي يا ما قاعد تكبر. اوكي لاحظ وياي الان هنا جالس يصير. شوف هنا، هذه تري رقم واحد، اوكي، وهذه هنا نسميها تري رقم ثلاثة. ماخذ هنا سايد ستريم، ليكويد سايد ستريم، انا ماخذ ليكويد سايد ستريم. طبعا طالما ان هذا ال نازل من التري ثلاثة، اذا ايش بتكون الكومبوزيشن حق الستريم هذا يا شباب؟ نفسه حق ثلاثة، لأنه جاي من هنا صح. هذه ال تأخذ رقم التري اللي طالعة منها، والكومبوزيشن راح يأخذ نفس رقم التري، فهذه X3، فالأس هذه بيطلع لها شنو؟ X3. طيب هنا الآن المنطقة هذه بتكون سكشن رقم كام؟ واحد، إليها تب أوبريتنج لاين، إليه نوصل هنا ثلاثة. الآن بعد ما ننزل من ثلاثة وقبل الفيد، لما ننزل من ثلاثة وإلى قبل الفيد شو بيصير؟ سكشن 2 بسبب السايد ستريم، نفس الإفكت حق التو فيد يا شباب. بعد ما يخش الفيد هنا، لاحظ بعد ما يخش الفيد إيش بيصير تحت هنا؟ سكشن 3. إذن الآن هنا مع السايد ستريم زاد عندي سكشن. شنو المعلومات اللي أنت يونيدت in order to be able to solve information. تفضل يا سعود. دكتور، هل الوضع راح يكون نفسه اذا مثلا كان الفيد والسايد ستريم بنفس الستيج ولا؟ اذا كان نفس الستيج ايش راح يصير؟ بيكون مره قريب من الفيد الكومبوزيشن، ايش راح تستفيد؟ انت لاحظ هنا الحين بقول لك انا ليش احنا ناخذ السايد ستريم، ابجيك الان ليش، بس ابغى اقول لك الان شنو الانفورميشن نيدد اللي عشان احل احتاجها. اول شيء يو نيد ذا فلو. دكتور، ستيج 2 هو اي ستيج؟ يعني بين اول واحد والستيج الثالث. ستيج 2 هي بين الواحد والثلاثه، بس انا مرقمهم كذا يعني. حطيت لك واحد وثلاثه واربعه واف. اوكي، ممكن تكون من تحت الاستريم، ممكن يكون تحت الفيد ما بين الاف والكي، الدزم ماتر وين مكانه. الحين بقول لك ليش، انتظر وبقول لك ليش. فاحنا وي نيد الفلو ريت اس، وي نيد التايب ليكويد اور فيبر. ليش أسألك أنا السؤال، ليش إحنا we need the type حقه؟ So إيش يهمني فيه؟ إذا خذنا لك لازم عشان نعرف وش اللي ينقص، الـ L أو الـ V. هذه حاجة، بتأثر لي في إيش؟
energy balance. لا amount هذه تأثر إذي في الكواليتي حق هذا مو يعتبر الآن هذا السايد ستريم يعتبر زي الفيت صح ولا لا؟ فإلى لاين خاص فيه زي الفيد لاين فأنا مهم إني أعرف الكواليتي حقه عشان أقدر أرسمه أحتاج الكواليتي حقه لأنه هو يعتبر زي الفيد لاين زين الآن نحتاج برضو اللوكيشن نحتاج اللوكيشن اللي هي الستيج نمبر اور كومبوزيشن اللي هي اكس اس اور واي اس زين وعلى هذا الاساس لان احنا غيرنا زي ما تفضل الشباب ال اور الفي بيكون عندي اكسترا اوبريتنج لاين سو دير ويل بي كم واحد بيصير 3 اوبريتنج لاينز عندي التب اوبريتنج لاين وعندي البوتوم اوبريتنج لاين وعندي الميدل التب والبوتوم سهل بس شلون نسوي الميدل خلينا نكتبهم واحد واحد على اساس زي ما قلنا الاعاده فيها افاده التب بيكون حق اي ستيج هنا في الحاله اللي عندنا ستيجز 1 و2 صح ليش لان ثلاثه بعد هنا المنطقه هذه الثلاثه هنا ايش بيصير بيطلع السايد ستريم ف1 و2 هي اللي ينطبق عليها التب اوبريتنج لاين والتب اوبريتنج لاين كلنا الان نعرفه انه واي ايكوال ال اوفر في مضروب في اكس بلس 1 ماينس ال اوفر في مضروب في اكس دي طيب البوتوم من اي ستيج يا شباب من وين يبدا البوتوم ها من وين يبدا البوتوم هذا بارشا يا دكتور ولا اي واحد اللي تحت اي عادي بارشا الريبويلر هذه وتوتال كوندنسر ستيج 3 انا اتكلم عن البوتوم اوبريتنج لاين مو الميدل البوتوم تو ذا فيد ستيج من الاف من ستيج اف إلين N بلس 1 ليش؟ لأن لاحظ شايف هذه الاف من تدخل الاف إيش راح تسوي؟ راح تغير إلي الكواليتي هنا يا ال يا ال V فالال over V هنا راح يتغير هنا راح يتغير وهنا راح يتغير فمن 1 إلى 2 بيكون تب operating line طالما أني أنا قاعد أخذ من الثالثة سو من الثالثة إلى فوق الفيت بيكون ميدل اذا الان عندي البوتوم عندي التب وعندي البوتوم وعندي ايش الفيد لاين فيد لاين هذول كلهم زي لو ما كان عندي سايد ستريم فيطلع لي واي ايكوال كيو اوفر كيو ماينس 1 مضروب في اكس بلس زي اوفر 1 ماينس كيو الان وين الفرق يا شباب الفرق عندي في السايد ستريم اللي هو الميد اوبريتنج لاين سو هذا الميد اوبريتنج لاين راح يجيني من وين راح يجيني من ستيج 3 الى اف ماينس 1 شوف هنا نرجع مره ثانيه من 3 لاني اخذناه هنا الى حد شوف انا كاتب لك هنا 2 ها شوف هنا كاتب لك واحد هنا كاتب لك اثنين من 3 الى حد الستيج اللي فوق الفي طيب شلون الان نطلع لها معادله يلا من يذكرني طريقه بس ما قلت لك شنو المعادله طريقه شنو اه
material تحتاجوه في الامتحان يا شباب. material balance for more volatile component. يعني اخذ سيستم، شفت هذا الاخضر، اخذ سيستم بحيث ان هذا السيستم شو يسوي؟ يشمل المكان اللي انا ابغى اطلع له معادله. شوف انا ابغى اطلع معادله الى الاس، فاخذ سيستم يشمل الاس واكتب ايش؟ more volatile component balance. please الله يرحم والديكم وعندكم الويكند، ها راجعوا. الان ابجي انا بعمل ايش؟ more volatile component balance. كتبتها لك بالاخضر عشان تعرف ان around الاخضر اللي فوق بيصير v برايم مضروبة في y equal d x d plus l prime x plus s x s. اوكي، وفي الحالة هنا عندي انا ال x s شو تساوي؟ x 3. اذا لما انا اطلع المعادلة in terms of y راح يكون عندي y equal l prime over v برايم مضروبة في X زائد D X D plus S X S divided by V برايم. هذه يسموها إيش يا شباب؟ معادلة الميد أوبريتنج لاين. طيب لو كان عندي ليكويد سايد ستريم، انا جالس اخذ سايد ستريم از ليكويد، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كالتالي. liquid withdraw يعني ال V هي نفسها ال V prime صح؟ لأن ال V ما راح تتغير، لكن ال L ايش راح تصير؟ ال L تعال شوف ال L هنا، ال L اللي جاية من فوق ايش بتساوي؟ بتساوي ال L prime plus ال S، ال L prime plus ال S، لأن هذه ال L جاية من فوق، شوي أخذنا aside وشوي أخذنا as ال prime. طيب شوف التب اوبريتنج لاين يا شباب، شوفوها مكبره انتم الان الان ولا باجي لها بس هنا؟ انا لما كبرتها عندي تتكبر عندكم شباب ولا بس عندي؟ لا تتكبر، اي واضح بس مو واضحه شوي. اوكي مي واضحه، هي صايره لان شويه فوقي، بس انت شوفها الان الكونسبت. تعال هنا الاكس دي، شايف هذه الاكس دي؟ شوف الكورسر، اي واضح يا دكتور. اوكي الان هذا التب اوبريتنج لاين، شايف هذا الاحمر؟ هذا الاحمر التب اوبريتنج لاين. شلون جبت انا؟ عندي الانترسبت وعندي الاكس دي، وصله زين. الميدل اوبريتنج لاين، الميدل اوبريتنج لاين هذا هي المشكله هنا في الميدل اوبريتنج لاين. شلون نرسم الميدل اوبريتنج لاين؟ اول شيء الان تعالي للزي، شايف هذه الزي؟ هذه هنا الزي. اوكي ايش فيها الزي؟ ايش فيها الزي هذه يا شباب؟ ايش نقدر نسوي فيها الزي؟ تنفعني فيها ايش الزي يا شباب؟ عشان نرسم الفيد لاين، عشان نرسم الفيد لاين، والفيد لاين هنا ليكويد. زين الفيد لاين هنا عندي ليكويد، فهذه الزي لما احطها افقي هذا الليكويد، هذا هنا الليكويد. زين الان احنا من وين اخذنا؟ من وين اخذنا الاكس؟ اخذناها من التريث الثالثه، فهنا من بعد التريث الثانيه شايف هذه واحد اثنين، شايف هذه التريث الثانيه هنا، هذه التريث الثانيه النقطه اوصلها بالفيد لاين، لان الميدل اوبريتنج لاين وين شغلته يا شباب؟ ما بين 3 والفيد لاين،
ما بين اثنين والفيد لاين. طبعا هي تختلف من مسألة لمسألة، بس هو الكونسبت حقك، هي الكونسبت، لأن التاب اوبريتنج لاين يشتغل بس إلى تو ستيجز، فهذه واحدة وهذه اثنين، من هنا أوصل إلى الفيد لاين، ومن الفيد لاين طبعا أنزل إلى وين؟ إلى تحت إلى الإكس بي. أوكي شباب، بليز بليز بليز، فقط هي كونسبت بسيط، هي كونسبت بسيط، إن أنا التاب أوبريتنج لاين ماشي فقط إلى ستيج 2، وستيج 2 عندي نقطة اللي تنزل، هذه هي النقطة، هذه 2 اللي تنزل على الأوبريتنج لاين، هنا ينتهي التاب أوبريتنج لاين. ليش ينتهي؟ لأنه صاير عندي سايد ستريم. طيب هذه نقطة، النقطة الثانية أرجع أقول من وين نجيبها؟ نقطة تقاطع هذه مع الفيد لاين، نقطة تقاطع هذه مع الفيد لاين. والرسمة اللي في الكتاب شباب مختلفة، أساس إيش؟ أبغاك برضو تعرف لو كان الفيد مش ليكويد، وبعدها توصل لتحت. تفضل يا سعود. دكتور معلش ما فاهم ليش نحط النقطة هذه اللي بين الفيد والستيج الثاني، بين هذا. اوكي الان تعال هنا، هنا ايش قلنا احنا؟ التاب اوبريتنج لاين شغال وين؟ بس ستيج 1 و 2. ليش؟ لان بعد 3 احنا اخذنا سايد ستريم، فستيج 1 وستيج 2. اوكي هنا لو حطينا احنا هنا بيكون ستيج 2. اوكي هذول فقط اللي يشتغل عليهم التاب اوبريتنج لاين. بعد الستيج 3، ستيج 3 ما يزبط عليها. ليش؟ لأن تغير الـ L. فإذا كان التب أوبريتنج لاين يشتغل بس على 1 و 2، أنا لما أجي هنا أقول هنا 1 ينزل على التب أوبريتنج لاين، 2 ينزل على التب أوبريتنج لاين، خلاص الستيج الثالثة ما لها علاقة بالتب أوبريتنج لاين، فلها خط ثاني، لها خط ثاني. شلون أجيبه؟ هنا وقفت عند التاب اوبريتنج لاين، نهايه استخدام التاب اوبريتنج لاين عند ستيج 2، يبدا ايش؟ يبدا الميدل. الميدل يبدا من هنا، بس وين ينتهي؟ ينتهي عند الفيد لاين، فاوصل خط ما بين هذه والفيد لاين. هنا انت قد تشوفه كانه ايش؟ كانه مستمر. هو لا، شوفه في انحناء، يعني هذا جاي كذا بعدين هذا في كسره على الخارج. وضحت سعود ولا لا؟ اي وضحت، بس عشان اتاكد هل السلوب حق اللاين هذا يساوي السلوب حق الميدل؟ لا لا، السلوب حق التب اوبريتنج لاين يختلف عن الميدل اوبريتنج لاين، والدليل ليش انا على اساس اوضحه لك. شوف انا ماده هنا، شايف الميدل لاين مادنا كذا، شوفوا كذا جاي، هذا هنا الاحمر هذا التب اوبريتنج لاين، وهذا اللي باللون الاسود الميدل اوبريتنج لاين. لو نفس السلوب كان ايش؟ كان هذول الطابقه. كذا اوضح؟ تمام، يعطيك العافيه. اوكي زين، هذه الحاله الثالثه، غيرها عندنا Intermediate Reboiler Windows Shift S. Okay. عندنا something called، خل نصغر هذه أساس ال... Intermediate Reboiler لها استخداماتها، ما تعرض لها كثيرا، بس أبغاك أنت تفهم هنا شو اللي يصير. بعض الأحيان شفت هذا السايد ستريم، ناخذ من هنا سايد ستريم أوكي، ونعمل إله either condensation or
بويلينج ونرجعه، يعني لها اسبابها. اوكي موجوده في بروبلم 6 في صفحه سوري اللي هو بروبلم 20. اوكي بروبلم 20 4 20 مش 6 4 20. اوكي ف لها استخدامات بس زي ما قلت لك انا هنا ما اتعرض لها كثير في الكورس. عندنا برضو من الكيسز حاجة يسموها stripping column، يسموها stripping column. شلون stripping column؟ خلينا نشوف شلون stripping column. stripping column هادي دي، اذا هادي تصير ايش؟ تصير اي اي نسميه. ايش تتوقعوا من الاسم يا شباب؟ stripping column. حد يجي في بالشي؟ لا شلون يعني شلون تكون ديزاين حقه لما يكون stripping؟ يعني وظيفته راح يكون something like this. لا شلون ارسمه؟ احنا ايش قسمنا يا شباب الكولوم في الوضع الطبيعي؟ توب وبوتوم. توب وبوتوم. البوتوم ايش سميناه؟ ستريبينج سكشن. ستريبينج سكشن صح؟ ستريبينج سكشن. الان لما انا اقول لك ستريبينج كولوم يصير شوف الفيد، الفيد يخش من هنا. اوكي هذا راح يكون هنا عندي الفيد اوكي، وعندي هنا الزي حقه وعندي الكواليتي حقه، ومن هنا يطلع عندي واي دي، وتحت شوف هنا تحت هنا عندي البارشل ريبويلر اوكي، هنا عندي البي وهنا عندي كيو ار وهنا يرجع عندي الفي بار، وهذه ستيج ان وهذه ستيج 1. ايش الفرق؟ الكولوم كله يكون ايش؟ ستريبنج سكشن. ما عندي فوق سمثينج لايك كوندنسر ولا كذا. فايش راح يصير هذا يا شباب؟ البوتوم اوبريتنج لاين عندي بس بوتوم اوبريتنج لاين. التوب اوبريتنج لاين كيف نتصرف وياه؟ فهذا يقول لك هنا this is like complete distillation column لكن ايش with zero liquid flow rate in the enriching section. يعني التب operating line شوفوا الفرق يا شباب، تب operating line عندنا معادلة التب operating line صح؟ وين معادلة التب؟ خلنا نشوف لنا أي واحدة معادلة التب operating line. هذه هنا معادلة التب operating line. إذا كان الليكويد زيرو شو راح يصير لهذا الترم؟ يصير horizontal slope. أيوة هذه ال L over V بتصير زيرو صح؟ وهذه الـ L over V بتصير 0. فالواي راح تساوي XD. أيوة بس الـ XD إيش هنا بتكون في هالحالة؟ ما عندي كوندنسر فبتكون إيش؟ Z. شلون نشوف الرسمة؟ الرسمة Y والإيكوال YD.
بدل اكس دي بتكون واي دي لانها بتكون ايش؟ فيبر، بتكون فيبر. فهذا التب اوبريتنج لاين زي ما تفضلت انت بيكون واي ايكوال واي دي بكل بساطه، و البوتم اوبريتنج لاين البوتم اوبريتنج لاين راح يكون كما هو y equal l bar over v bar x minus l bar over v bar minus 1 x b. اوكي، ولما تيجي ترسمها، لما تيجي ترسمها بتكون something like this. Okay. Forty-five line. Okay. Equilibrium line. فهنا بيكون عندي، لنفترض ان هذه واي دي، اوكي، راح نرسم خط مستقيم راح يكون من هنا اوكي، وعندي هنا مثلا الزي اوكي، ويكون عندي من الزي لنفترض انه هذا الفيد لاين، قول this is the feed line اوكي، ونجي هنا نوصل اوكي، وهذه هنا عندي ايش؟ هنا عندي الاكس بي اوكي، فنجي من هنا وفراكشن، يعني بيصير هنا تقريبا 1 2 3، وتقريبا هنا كم؟ تقريبا خلينا نقول 2 يمكن، لان هنا 4 يعني، فبتصير تقريبا 3.7 stages. اوكي شباب، ونفس الكلام نختم فيه لو كان عندي الأخيرة ايش هي؟ تكون enriching. enriching columns. شنو الفرق بين enriching columns وال stripping؟ هنا بيكون عندي something like this اوكي، هنا n، وهنا طالع عندي xb، وهنا الفيد خاش من هنا مع الزي والكواليتي حقه، وهنا طالع عندي كيو سي، وهنا اكس دي، وهنا راجع عندي ال ال زيرو، وهنا واحد. So in both cases عندي one operating line operating line plus feed line. اوكي شباب، هذا
خلينا نقول ان chapter 4 تم بحمده. تمنياتي لكم بالتوفيق، والله يرعاكم دكتور.